السلام عليكم ورحمة الله إخوتي المربين. تحدثنا في الفيديو السابق عن كيفية تقديم الصبغة الحمراء أو على الباتي الأحمر الذي يحتوي على البيتا الكاروتين وأيضا صبغة الكانتاكسانزين المصنعة أو المركبة صناعيا. وهناك بعض الأخوة للحصول على اللون الأحمر طبعا للكناري ذو العامل الأحمر، وهناك بعض الأخوة لا يعتمد على المواد المركبة صناعيا كالباتي الموجود أمامنا أو على الصبغات البودرة التي تحتوي على البيتا كاروتين أو على مادة الكانتاكسانزين. بعض الأخوة يعتمد على الخضروات والفواكه. إخواني، بعض الخضروات التي تحتوي أو ممكن أن تصبغ الطائر بلون أحمر، لكن لن نحصل على اللون الأحمر المثالي الذي نريده إلا عن طريق المواد المركبة صناعيا. فبعض الخضروات كالفلفل الحلو الأحمر الموجود أمامنا أو الجزر أو ممكن البنجر ما يعرف في اللفت، وأيضا الورق السبانغ وغيرها من الخضروات. تلك كل هذه الخضروات وغيرها تحتوي على البيتا كاروتين، غير قادرة على إعطاء الكناري أو صبغه باللون الأحمر المثالي كما موجود أمامنا عند هذه الأنثى، أنثى الآغات الحمراء. فضرورة تقديم المواد المركبة صناعيا كالباتيل الأحمر وغيره هو أمر مثالي أو ممكن أن يؤدي إلى اللون الأحمر المرجو تماما. أما بعض الخضروات ممكن أن تعطي الصبغات لكن بشكل غير متناسق كما هو مبين أمامنا لدى ذكر الكناري الآغات الموجود أمامنا. أما طريقة إعطاء هذه الخضروات فلا نكثف من تقديم الخضروات يوميا في فترة غيار الريش. طبعا جميع أنواع الصبغات إن كانت صناعية أو خضروات لا نستفيد منها أو لا تعطي الإفادة عندما نريد تقديمها في فترة منتصف فترة غيار الريش أو ما بعد غيار الريش. فضرورة إعطاء هذه الصبغات في مرحلة بداية مرحلة غيار الريش أو ما قبل فترة غيار الريش وحتى الانتهاء من فترة غيار الريش لكي نحصل على اللون المرجو تماما. إخواني، أنا أنصح بتقديم الجزر مرتين أسبوعيا بالإضافة إلى الفلفل الأحمر الحلو مرة أسبوعيا، أي 3 مرات أسبوعيا، وهذه أرخص المواد التي ممكن أن تعطي الطائر لون أحمر الموجودة في السوق. فغالبا يتم تقديم الصبغات في فصل الصيف، وبعض الخضروات التي تحتوي على العامل الأحمر البيتا كاروتين لا تكون موجودة في فصل الصيف. فالفلفل الحلو الأحمر له فوائد عديدة، منها أيضا يحتوي على فيتامين سي بالإضافة إلى احتوائه على البيتا كاروتين. فالفلفل الأحمر هو من أهم المواد، كذلك بالنسبة إلى الجزر، هاتين المادتين ضروريات بتقديمهم للكناري العامل الأحمر. ولا نزيد أو لا نقدم هذه الخضروات بكثرة للكناري لعدم لتجنب وقوع هذا الطائر بالإسهال و المرض ومما يؤدي إلى أمراض معوية شديدة. إذا في فيديو مختصر لبعض أنواع المواد التي تحتوي على العامل الأحمر أو البيتا كاروتين الذي ممكن أن يعطي الطائر صبغة حمراء مثالية، ولن تكون بالمثالية تماما كما نقدم بمادة الكانتكس أو ممكن الباتي المقدم لدينا. كل ما لدينا اليوم عن تقديم الصبغات، طبعا تحدثنا في الفيديو السابق عند تقديمهم للفراخ، عندما تنتهي الفراخ من عمر 2.5 10 أسابيع وما فوق نقوم بتقديمها أيضا للفراخ للحصول على اللون الأحمر. أما بالنسبة للطيور المنتجة الكبيرة نقدمها عندما تبدأ في فترة غيار ريش. إن كان لديكم أي أسئلة حول تقديم المواد الطبيعية أو الصناعية للحصول على اللون الأحمر اتركوها لنا بالتعليقات إخواني. فنقطة كمان نقطة أيضا جديدة، الفلفل الأحمر يحتوي على فيتامين سي، فنحن في فصل الصيف فترة غيار الريش ممكن أن لا يتوفر لدينا البرتقال أو الليمون، فالطائر يحتاج إلى ترطيب جسمي في فيتامين سي لخفض من درجة حرارة جسمي عندما ترتفع درجات الحرارة. فالفلفل الأحمر الحلو ضروري لهذه حالة في فصل الصيف، ممكن تقديمه مرة إلى مرتين أسبوعيا ومراقبة الطائر لعدم وقوعه في حالات الإسهال. كل ما لدينا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.